السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. معكم المهندس حسين الفيسي وجولة جديدة من جولاتنا في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة 23 فبراير 2023، بناء على طلب عدد كبير من السادة المتابعين عايزين يشوفوا محطة الحافلات المركزية الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حاليا أنا موجود على محور الوزارات قدام مدينة المعرفة اللي قدام حضراتكم في الصورة، وهنعدي الطريق الدائري الاقليمي وهنروح عند محطة الحافلات المركزية ان شاء الله تعالى، وهندخل جوه وهنلف وهنشوف الدنيا على ارض الواقع. طبعا محطة الحافلات المركزية دي المفروض ان هي تكون مسؤولة عن النقل الداخلي جوه العاصمة الادارية الجديدة، وعن التوصيل التواصل بين العاصمة الادارية الجديدة ومحافظة القاهرة وبين العاصمة الادارية وباقي الاقاليم ان شاء الله تعالى. ده كده قدام حضراتكم الطريق الدائري الاقليمي اللي بدأ يظهر في الصورة قدام حضراتكم كده. هنعدي النفق مباشرة، هتكون محطة الحافلات المركزية على ايدينا الشمال علشان الناس تبقى عارفة. ده كده الطريق الدائري الاقليمي، في المحور اللي احنا ماشيين عليه ده اسمه محور الوزارات. لو احنا بمجرد ما نعدي الطريق الدائري الاقليمي على طول هيكون مدينة الفنون والثقافة على ايدينا اليمين، ومحطة الحافلات المركزية على ايدينا الشمال، وفي وشنا على طول منطقة الحي المالي، وبعد منه منطقة الوزارات. ده كده احنا كده ماشيين تحت الطريق الدائري الاقليمي في العاصمة الادارية الجديدة علشان الناس تبقى عارفة. الفيديو ممكن يبقى طول شوية فمعلش الناس ما تزهقش مننا. ده كده في ظهرنا على طول الطريق الدائري الاقليمي، لسه معديين وبدأت تظهر من هنا قدام حضراتكم على ايدينا الشمال منطقة محطة الحافلات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. إن شاء الله اللي هيتم افتتاحها الأيام القادمة مع تشغيل منطقة الوزارات. طبعا منطقة الوزارات هتبدأ تشغيلها إن شاء الله في نهاية شهر مارس، هتكون كل الوزارات اتنقلت هنا بإذن الله في العاصمة الإدارية الجديدة، هتبدأ تدب في العاصمة الإدارية الحياة. ده كده بداية محطة الحافلات المركزية اللي على مساحة 105 فدان في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. ده كده على ايدينا اليمين مدينة الفنون والثقافة، قدام حضراتكم على ايدينا اليمين قدام محطة الحافلات المركزية فيها دار الأوبرا والمتحف ومنطقة المكتبات والمسارح والسينمات، وعلى ايدينا الشمال ده كده كل دي محطة الحافلات المركزية علشان الناس اللي كانوا عايزيننا نصور في الحافلات المركزية. محطة الحافلات المركزية دي عبارة عن موقف كبير جدا خاص بالنقل الجماعي اللي هيربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة وبين العاصمة الإدارية الجديدة وباقي الأقاليم، والنقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة. هنا ده كده مسار القطار الكهربائي قدام حضراتكم في الصورة، هيبدأ يظهر مسار القطار الكهربائي. وهنا قصاد مننا على طول المحطة الخاصة بمدينة الفنون والثقافة. ده كده مسار القطار الكهربائي عشان الناس تبقى عارفة. ده كده المسار بتاع القطار الكهربائي، وهنا اللي هناك دي المحطة الخاصة بمدينة الفنون والثقافة اللي ظاهرة في الصورة دي، محطة الفنون والثقافة اللي هتكون محطة تبادلية بين القطار الكهربائي ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة. هنا على ايدينا اليمين المنطقة الخاصة بالحي المالي، هنلف من الميدان وهنرجع علشان يبقى ماشيين مظبوط في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. زي ما حضراتكم شايفين الطرق بدأوا يخلصوا فيها رصف. ده كده باراجون مول قدام حضراتكم في الصورة، ده باراجون واحد اللي في الصورة ده، وده كده منطقة المولات الخاصة بالحي المالي في قصاد منطقة البنوك. قدام حضراتكم المنطقة دي كده، هنلف بقى وهنرجع تاني علشان نروح عند محطة الحافلات المركزية. هنخش جوه وهنطلع فوق السطح بتاعها، وهتشوفوا الدنيا على الطبيعة وتشوفوا الناس وهي شغالة. علشان الناس اللي طلبت مننا الفيديو، معلش زي ما قلت لحضراتكم الفيديو طويل شوية، بس ان شاء الله هيكون فيه هنشوف اكتر من حاجة. ده كده برضو منطقة البنوك ظهرت قدام حضراتكم في الصورة، ده روك كابيتال 1، ده مول اداري موجود هنا برضو على محور الوزارات. لو كملنا على طول بقى دخلنا يمين وكملنا على طول في وشنا كده هنروح على منطقة الوزارات. ده علشان التصوير على الطبيعة علشان الناس اللي عايزة تعرف تشوف العاصمة الادارية على الطبيعة. طبعا هم قفلوا الطريق هنا علشان بدأوا ان هم يخططوا في الطريق هنا علشان خلاص الوزارات هتشتغل الفترة اللي جاية، فبيحطوا اللمسات النهائية في الشوارع الرئيسية هنا في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. ك
كده احنا لفينا وراجعين تاني ان شاء الله هنروح ندخل محطة الحافلات المركزية. زي ما قلت لحضراتكم المحطة على مساحة 105 فدان. المحطة فيها باركنج بس بدروم بيسع لعدد 108 حافلة مخصصة للنقل الداخلي جوه العاصمة الإدارية الجديدة، و 464 حافلة هتربط بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة القاهرة، وتقريبا عدد 205 حافلة هتربط بين العاصمة الإدارية الجديدة وباقي الأقاليم علشان الناس تبقى قدام حضراتكم. ده كده القطار الكهربائي شغال اهوت في الصورة. ده كده القطار الكهربائي طالع من محطة الفنون والثقافة ومتجه لمحطة عدلي منصور اللي في السلام. هو دلوقتي المسار شغال من عدلي منصور لمحطة الفنون والثقافة، وبعد كده هما شغالين في المرحلة التانية دلوقتي من فنون والثقافة لمدينة المدينة الأولمبية، محطة المدينة الأولمبية شغالين فيها حاليا في المنطقة دي. زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة، ده كده مدينة الفنون والثقافة على ايدينا الشمال، والمحطة المركزية هتبدأ تظهر على ايدينا اليمين دلوقتي في الصورة. زي ما حضراتكم شايفين بدأت تظهر الموقف الخاص بالنقل الداخلي للعاصمة الإدارية الجديدة، والمسؤول عن ربط العاصمة الإدارية الجديدة بباقي الأقاليم ومحافظة القاهرة. زي ما حضراتكم شايفين خلية نحل، ناس كتيرة شغالة في كل مكان، هتلاقي ناس شغالة طبعا استعدادا لتشغيل المنطقة. زي ما قلت لحضراتكم خلاص الوزارات هتبدأ تنقل بالكامل، هتكون شغالة بالكامل في شهر، في نهاية شهر مارس القادم، يعني أقل من شهر أو خلال شهر بالظبط هتكون الوزارات كلها شغالة في العاصمة الإدارية الجديدة خلاص. طبعا مخصص عدد 9000 وحدة سكنية للموظفين في مدينة بدر، بالإضافة للسكن المخصص للموظفين هنا في قلب الحي السكن الثالث. ده كده مسجد، وفي ثلاث محطات للوقود موجودين هنشوفهم باتباع دلوقتي ان شاء الله تعالى، وهنلف حوالين المكان علشان الناس تشوف الوضع على الطبيعه. ده كده كل دي محطه الحافلات المركزيه. طبعا في هنا مول تجاري، في غالبا هيكون في فندق، يعني في اكتر من حاجه موجوده بحيث ان هي تخدم على المكان بالكامل. زي ما حضراتكم شايفين في الصوره، زي ما قلت لحضراتكم برضو الموظفين اللي مش هياخدوا سكن هياخدوا بدل سكن تقريبا 2000 جنيه بدل مواصلات هياخدوه، بحيث ان هو يبقى فيه تعويض ليهم. ده كده زي ما حضراتكم شايفين المدخل، هنشوف المدخل بقى بتاع محطة الحفلات. زي ما حضراتكم شايفين المنظر على الطبيعة، ناس وعمال موجودين في كل مكان، شغل على قدم وساق استعدادا لبدء العمل في العاصمه الاداريه الجديده ان شاء الله تعالى. الفتره اللي جايه هيتم افتتاح اكتر من حاجه في قلب العاصمه الاداريه الجديده، شغالين تباعا كده بحيث كل فتره تلاقي في حاجه بيتم تشغيلها في العاصمه الاداريه الجديده خلاص. من التعب بتاع السنين اللي فاتت ده كله، وان شاء الله الناس تبص تتفرج على الشغل بتاعنا اللي احنا مصورينه في على قناه المهندسين الوطنيين، هتلاقي وهتعرف حجم الشغل وحجم العمل اللي اتعمل في العاصمه الاداريه الجديده، والناس قد ايه اشتغلت في المكان ده، وناس قد ايه اشتغلت وشاركت في البناء اللي قدام حضراتكم ده. زي ما حضراتكم شايفين عمال وناس موجوده في كل مكان. كل ده مساحه 105 فدان. زي ما حضراتكم شايفين الباركنج اللي تحت ده بيسع زي ما قلت لحضراتكم ل 105 فدان موجودين قدام حضراتكم، مساحه كبيره جدا. طبعا الدور الثاني او السطح بتاع محطه الحافلات المركزيه هيسع لعدد 4000 سياره، عدد 4000 سياره عشان الناس تبقى فاهمه. طبعا هيكون في منظومه للنقل الذكي داخل العاصمه الاداريه الجديده، وغالبا هيتم استخدام كارت موحد لجميع الخدمات هيكون موجود هنا في قلب العاصمه. زي ما قلنا قبل كده ان العاصمه من مدن الجيل الرابع اللي هيتم تشغيلها في مصر ان شاء الله تعالى، بحيث تبقى متواكبه مع احدث الانظمه التكنولوجيه في العالم كله. ده كده مسار بتاع القطار الكهربائي زي ما حضراتكم شايفين مستمر هنا. احنا كده وصلنا لنهاية المكان، هنلف وهنطلع بقى فوق على السطح عشان الناس تشوف الدنيا على الطبيعة. زي ما حضراتكم شايفين ناس شغالة في كل حتة خلاص، يعني الشغل على قدم وساق خلاص، بيحطوا اللمسات الأخيرة بعض اللاندسكيب، بعض الكابلات الكهربائية. زي ما حضراتكم شايفين
ده كده المسار بتاع القطار الكهرباء اهو كده هيمشي موازي بقى للطريق الدائري الاقليمي. كده الطريق الدائري الاقليمي على فكره كده المحطه على ايدينا الشمال والطريق الدائري الاقليمي على ايدينا اليمين عشان الناس تبقى عارفه الطريق والمكان. زي ما قلت لكم هو قصاد مدينه الفنون والثقافه. لو انت جاي من على محور الوزارات بتعدي على مدينه المعرفه او الجامعه المعلوماتيه وبعد كده بتعدي الطريق الدائري الاقليمي بتكون المحطه على ايدك الشمال مباشره. زي ما حضراتكم شايفين كل دي المساحة الخاصة بالموقف بتاع الحافلات اللي هيربط بين العاصمة الإدارية الجديدة وجميع المدن في جمهورية مصر العربية. 105 فدان، مساحة كبيرة جدا، مساحة ضخمة. الناس لو طبعا لو اتكلمنا من غير ما نصور ممكن ما يتخيلوش الموقع على الطبيعة. هنطلع فوق كده ونبص على جزء من السطح. طبعا المكان مزود باحدث وسائل الفاير فايتنج والفاير الارم، كل الوسائل المخصصه بالامان والسلامه موجوده في المكان. صناديق الحريق، صناديق رغوه، جميع وسائل الفاير فايتنج والفاير الارم موجوده في المكان بحيث لا قدر الله حصل حريق ولا حصل حاجه يكون في وسائل السلامه منتشره في كل مكان في الموقف. زي ما حضراتكم شايفين ده السطح بتاع الموقف بيسع لعدد 4000 سيارة. زي ما حضراتكم شايفين الابراج برج الايقونة ظهر من هنا وده الموقف الخاص بالعاصمة الادارية الجديدة. ده كده الطريق الدائري الاقليمي موازي للمكان اللي احنا فيه. شايفين الاعمدة الضغط العالي او اعمدة الكهرباء دي ماشية موازية للطريق الدائري الاقليمي. في محلات هنا تجارية زي ما حضراتكم شايفين، يعني في محلات تجارية وفي كل دي محلات تجارية ومطاعم وكافيهات بحيث المكان يكون فيه كل الخدمات. في اكتر من 3 محطات للوقود موجودة في المكان، في فندق كبير، في مسجد موجود في المكان، يعني كل الخدمات وكل حاجة موجودة في المكان اللي قدام حضرتك. واحنا في نفس الوقت قريبين خالص من الوزارات، قريبين خالص من منطقة البنوك، قريبين خالص من منطقة الداون تاون، قريبين خالص من القصر الرئاسي وحدائق الشعب. يعني المكان اللي احنا موجودين فيه ده قريب من جميع مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، قريبين برضو من الحي الساكن R3. يعني احنا قصاد مدينة المعرفة والحي الساكن R3 على فكرة قريبين وبينه مفيش حاجة خالص، ونفس الوقت على نفس الخط بتاع الحي الساكن R1 والحي الساكن R2 كمستقبل اللي لما يفتحوا فيهم بيع ان شاء الله، والسكن هيكون المكان ده قريب منهم خالص بحيث ان المكان ده هيخدم على جميع ارجاء العاصمه الاداريه. زي ما قلنا لحضراتكم 108 حافله او اتوبيس هيكونوا مخصصين للنقل داخل العاصمه الاداريه الجديد. المكان بيتوسط العاصمه الاداريه في موقع بصراحه موقع ممتاز. زي ما حضراتكم شايفين دي مواسير الفاير فايتنج والرشاشات المائيه المخصصه لاطفاء الحرائق لا قدر الله حصل اي حريق. المكان مؤمن بالكامل. هنطلع بره كده زي ما حضراتكم شايفين كده احنا قصاد مدينة الفنون والثقافة، قصاد المتحف عواصم مصر، قصاد دار الأوبرا، وقصاد فندق الماسة برضه، وجنب المحطة التبادلية للمونوريل والقطار الكهربائي، وقريبين خالص من منطقة الوزارات ومنطقة البنوك. الموقف قريب من الاحياء السكنيه R1 و R2 R3 بيننا وبين R7 بالظبط من هنا ممكن 5 دقايق او 7 دقايق بنلاقي نفسنا في قلب R7 ومنطقه المستثمرين. المكان بيتوسط العاصمه الاداريه الجديده وجميع وقريب خالص من جميع المرافق الحيويه في قلب العاصمه الاداريه الجديده. المكان ده هيخدم على سكان العاصمة الإدارية وعلى الناس اللي هتتنقل وهتيجي من القاهرة للعاصمة وعلى الناس اللي هتيجي من الأقاليم للعاصمة وعايزة ترتاد وسط المدينة أو الوزارات. هتلاقي نفسها قريبة خالص من الوزارات وهتلاقي نفسها قريبة من جميع الخدمات في العاصمة الإدارية الجديدة.